مفاجأة لكل اللي بيدور على استثمار آمن بعائد مضمون، شهادة بفايدة 30%، وعلشان تشتريها في شرط واحد لازم تنفذه. فيا ترى إيه الحكاية؟ وهل متاحة للكل ولا ناس وناس؟ وإيه سبب طرحها دلوقتي؟ أنا مريم مجدي، وخليكم معانا علشان تعرفوا كل التفاصيل. بعد وقف طرح شهادة الـ 25% في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، الناس اختلفت، هل ممكن يطرحوا شهادات جديدة بفايدة أعلى خلال 2023؟ طارق متولي الخبير المصرفي شايف أن طرح شهادة الـ 25% في 4 يناير كان خطوة استباقية من البنوك، وده لمواجهة التضخم ووقف ارتفاعه والحد من المضاربة على الدولار. ولو حصل والدولة كانت اتأخرت في طرحها، كانت البنوك هتضطر تطرح شهادة بعائد 30% فعلا، لكن دلوقتي ما بقاش في داعي. بس الجديد بقى ان في توقعات بطرح شهادة ال 30% مخصوص للمصريين في الخارج. طب ليه هم بالذات؟ ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا شايف انها خطوة كويسة جدا لتشجيع المصريين العاملين بالخارج على التنازل عن الدولار، وده للاستفادة من الشهادة المطروحة للبيع بفايدة كبيرة كده. ومن وجهة نظره ده توقيت مناسب لطرحها، خاصة بعد امتصاص شهادة الـ 25% سيولة مرتفعة من السوق، وده بعد ما جمعت حصيلة ب 500 مليار جنيه. وده برضو رأي أيمن ياسين الخبير المصرفي، اللي شايف أن طرح البنوك شهادات مرتفعة العائد اللي هي فوق الـ 25% وبشرط تكون مخصصة للتنازل عن الدولار هيكون حل مناسب لتوفير العملة الصعبة بدلا من اضطرار البنك المركزي لرفع الفايدة على الإيداع والإقراض. علشان كده طالب باللجوء لحلول بديلة لسد فجوة الدولار، منها على سبيل المثال تفعيل اتفاقيات لتبادل التجارة بالعملات المحلية مع روسيا وكمان مع الصين ودول البريكس. وخد بالك، التوقعات دي في وقت كشفت فيه أرقام البنك المركزي عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 20.9% علشان تسجل 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 مقابل نفس الفترة من العام المالي اللي قبله. وده بيتفق مع كلام محمد الأتربي رئيس بنك مصر لما قال الفترة الأخيرة ما بنشوفش تحويلات العاملين في الخارج لأنها راحت للسوق الموازي. ولو بتسأل نفسك هي تحويلات المصريين بالخارج مهمة كده للاقتصاد المصري، فلازم تبقى عارف ان مصر عندها 5 مصادر تقليدية للنقد الأجنبي، هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر. والمهم بقى ان تحويلات المصريين بالخارج بتيجي في المركز الثاني ضمن مصادر العملة الصعبة حسب مصطفى إبراهيم الخبير الاقتصادي. وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الهجرة دراسة إنشاء شركة مساهمة لاستثمار أموال المصريين بالخارج في المشروعات القومية في مصر، وخلال السنة دي هيتم اتخاذ خطوات جدية لتأسيس الشركة دي، والمفترض أنه هيتم إدراج أسهم الشركة في البورصة ويقدر المغتربين يستثمروا فيها عن طريق شراء الأسهم. فلو أنت بقى أو حد من معارفك شغالين أو مقيمين برا مصر، قول لنا إيه رأيك في طرح شهادة الـ 30%، وهل ممكن تستثمر فلوسك في الشركة اللي أعلنت عنها الحكومة؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات.